يتسابق عدد من المخابر العالمية لإنتاج لقاح فعال ضد كورونا، وتتفاوت نسب الفعالية المعلن عنها وأجل توفير اللقاح. اللقاح الأول لشركة فايزر وشركتها الألمانية بيونتك أثبتت فعاليته بنسبة 95%، يعتمد على استخدام الشفرة الوراثية لأحد أجزاء فيروس كورونا، ويخزن في درجة برودة تصل إلى 70 درجة تحت الصفر. لقاح مخبر موديرنا أثبتت فعاليته بنسبة 94.5%، يعتمد هو الآخر على تقنية الشفرة الوراثية لأحد أجزاء فيروس كورونا. يستقر اللقاح بتخزينه من 2 إلى 8 درجات مئوية لمدة 30 يوماً أو 20 درجة مئوية تحت الصفر لمدة 6 أشهر. اللقاح الروسي سبوتنيك في أعلنت روسيا عن فعالية اللقاح بنسبة 92%، ويعتمد على مبدأ إزالة المادة الجينية للفيروس ليساعد الجهاز المناعي للإنسان لإنتاج الأجسام المضادة. اللقاح الصيني كوروناڤاك هو اللقاح الأكثر تقدماً، يعتمد على التقنية المعتادة لإنتاج اللقاحات والتي تستخدم فيروساً معطلاً لتحفيز مناعة الجسم، وهي الطريقة المستعملة لإنتاج لقاح الأنفلونزا. المخبر البريطاني أسترازينيكا مع جامعة أكسفورد أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 70%، وقد تصل فعاليته إلى 90% عند بعض الأشخاص. كما يؤكد المخبر عدم تعرض أي شخص من المتطوعين المتلقين للقاح لمضاعفات خطيرة. يعتمد على النواقل الفيروسية التي تضاف إلى جزء من الفيروس ليتم إدخال الفيروس المعدل إلى جسم الإنسان. يعتبر هذا اللقاح أكثر سهولة للتخزين لانعدام الحاجة لحفظه في درجات حرارة منخفضة. لقاح المخبر الفرنسي سانوفي يعتمد اللقاح على استخدام البروتينات المتواجدة على سطح الفيروس لتقوم بتحفيز الجهاز المناعي للإنسان. أعلن المخبر على أن اللقاح سيكون متوفر خلال شهر جوان 2021.